مرحبا بكم أيها السيد السفير في رحاب معهدنا هذا دار السلام قنطر للتربية الإسلامية الحديثة. زرتم هنا أهلا ونزلتم عندنا سهلا، طبتم وطاب يومنا بقدومكم. يتكرم سعادة السيد السفير بالنزول في بيت الرئيس قبل مباشرة الدخول إلى هذه القاعة. أجل.
أيدينا في هذه القاعة بعد سويعات قليلة. شكرا. صاحب السعادة السيد بهاء الدين بهجة إبراهيم دسوقي سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا والوفد المرافق لسعادته وأصحاب الفضيلة شيوخ المعهد والسادة رؤساء الهيئات بالمعهد يتفضلون مشكورين بالدخول إلى القاعة نرجو من حضراتكم القيام. مرحبا بكم أيها السيد السفير في رحاب معهدنا هذا دار السلام غنتور للتربية الإسلامية الحديثة زرتم هنا أهلا ونزلتم عندنا سهلا طبتم وطاب يومنا بقدومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تقر أعيننا برؤيتكم أيها السيد السفير بمناسبة حفلة الاستقبال لسعادتكم بهذا المعهد الحبيب دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون ثم لم يرتابوا
السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشيد الوطني لجمهورية إندونيسيا ويلي النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية نرجو من حضراتكم القيام.
لك حبي وفؤادي بلادي 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 لك حبي وفؤادي مصر يا أرض النعيم سدت بالمهد القديم مقصدي نرجو من حضراتكم الجلوس مرة أخرى مع أوفر الشكر. أيها الحفل الكريم، والآن مع كلمة الترحيب من صاحب الفضيلة شيخ المعهد يلقيها على مسامعنا سماحة الشيخ حسن عبد الله سهل يتكرم فضيلته مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المجاهدين الطاهرين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييكم تحية إسلامية خير تحية في العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي حسن عبد الله سهل ابنكم ابن مصر، لأن مصر ليس مصركم فقط، إن مصر مصري، مصر أبنائنا، مصر المسلمين. نيابة عن نفسي وعن القائمين بإشرافي وإدارة المعهد، كالحاج عبد الله شكري زركشي الموجود، نعم تمام، وكي الحاج الشيخ شمس الهادي عبدان جانبكم هذا، نحن الثلاثة رؤساء المعهد بعونكم ودعواتكم نصرف ومدلو هذا المعهد إن شاء الله بعون الله سبحانه وتعالى، وجميع القائمين بأنصارنا مشرفو والمؤسسات التابعة للمعهد، الأستاذ الدكتور أمل فتح الله زركشي رئيس جامعة دار السلام، والحاج مجهودي سوباري مدير كلية المعلمين الإسلامية، والحاج إمام صباري مدير مؤسسة المالية، والحاج إسماعيل عبد الله الرئيس لمنظمة خريجي هذا المعهد. بالنيابة عنهم جميعا
وبالنيابة لأبنائي المدرسين والطلبة الذين هم ليس أقل من 4000 4000 وكم؟ 200 يكون من جميع محافظات إندونيسيا ومن خارج البلاد تقريبا 400 من خارج البلاد من ماليزيا تايلاند وسنغافور وألمانيا وأستراليا. نرحب بكم أيها الشيخ يا سماحة سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا. أولا وقبل كل شيء، إن هذا المعهد معهدكم، وهذا وهؤلاء الآباء، هذه الأبناء أبناؤكم، فالزمن يشهد الصلح بين هذا المعهد بمصر، بجمهورية مصر العربية، منذ أن كانت الجمهورية العربية المتحدة أيام جمال عبد الناصر والشيخ الأكبر محمود شلتوت وأيام أنور سادات جمهورية مصر العربية إلى هذا اليوم، ويتوافدون إلى هذا المعهد بزيارة السفراء، سفراء مصرية، سفراء مصريين ومشايخ الأزهر. أيام عبد الحليم محفوظ، عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، ثم بعد ذلك الشيخ الأكبر جاد الحق والشيخ الأكبر علي جاد الحق والشيخ محمد سيد طنطاوي. سبحان الله، ولا أنسى أن سفراء مصر أكثرهم زاروا هذا المعهد، فإذا لم يزر هذا المعهد فبمعنى هناك فراغ. نعم، فسوف يسأله لماذا هذا السفير الوحيد لا يزور معهدنا. ثم لا ننسى أن الصلة المتينة لا تنقطع ولا تتوقف، صلة بلدية بلادية قومية، لأن الإسلام ليست عربية ولا أعجمية، إسلامنا، لأن العلم علمنا، علوم إسلامية، والعربية عربيتنا، عربيتكم عربيتنا، عربية محمد صلى الله عليه وسلم، عربيتنا عربية قرآنية. ذلك أن هذا المعهد عنده اعتناء كبير، همة كبيرة في العلوم الإسلامية وخصوصا العربية، خصوصا اللغة العربية، وينبوعها الأزهر في مصر العربية. سبحان الله، سبحان الله، هناك تتابع توافد من أسباء أبنائنا يدرسون يتمتعون بطلب العلم بالأزهر الشريف منذ أن كان يوما في سنة 50 أيام إمام سباكر أحمد ابنه مدير كلية البنات، معهد البنات في منطقة في بعض سنة تزور إن شاء الله هنا، ثم 60 70 إلى أن كنت هناك في سنة 70 أنا كنت 5 سنوات هناك في الأزهر. فأنا نفسي سبحان الله قضيت 5 سنوات أتتمتع بها، أتمتع فيها وأتعايش بأجواء مصر العربية الطيبة وأشم نسائمها العليلة اللذيذة التي لا أنساها أبدا. إنما أنا إلى الآن مع أبنائنا ما زلنا نتطلع
bisilah al-muttasilah ad-daimah bi Misr wa bi al-Azhar. Ya samata sahata safir inna yawmaini qabla hadha kana qalbi mutaba'thiran mutaza'an la astati'u an uhashira madha uridu an atakallam madha sawfa atakallamu amamakum wa madha sa'atakallamu amama Syekh Al-Azhar fi mab'ad. Lakin fi hadha as-sabah bidzat lamma sami' Misr anta hubbi wa fuadi Misr أولاد الكرام أوفياء يرعى الزمام سوف تحظى بالمرام باتحادهم واتحادهم سبحان الله. هذه الأغاني هذه الأنشودة كانت هذه أنشودة أنشودة بلدية ثم صار الآن نشيد وطني. فهذا الذي يبكيني يتعيد أن أتعيد باللغة لغة عامية أتعيد يعيدني يعني يبكيني هذه الأغاني لأنني أنا وشيخ عبد الله شكري زركسي أغني هذه الأغاني بلادي 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 وهكذا صفقوني 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 لأنني أحب. بكيت قبل هذا عندما سمعت مر مصر يا أرض النعيم سوتي بالمجد القديم سوف عن مقصدي دفع الغريم إن المعهد يتطلع بأبنائه إلى الأزهر وإلى جمهورية مصر العربية. إن مصر ليست مصركم فقط مصرنا المسحكم أفراحنا أحزانكم أحزاننا. وأخيرا لا أريد أن أطيل الكلام. أولا وقبل كل شيء قبل أن أتحدث عن المعهد لا تنسنا أن تبلغ سلامنا العاطر الزكي إلى رئيس جمهورية مصر العربية وجميع أبنائنا المواطنين الطيبين. زوروا معهدنا لأن هذا معهدكم. افتحوا أبناءنا أبناءكم لطلب العلم عندكم لأن هذا جيل من أجيال الأمة الإسلامية الذين إن شاء الله سيكونون مستقبلا منذري القوم كما يقول سبحانه وتعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إن هذا المعهد تأسس كما بينا أصحابنا سنة 1000 الحمد لله آمين. إننا نريد أن نكون مثل الأزهر مثل الأزهر الذين هي الذي كانت هي إلى الآن ينبوع منبع الثقافة الإسلامية الثقافة الإسلامية الدينية العالمية وما زالت تخدم على الأمة الإسلامية وأبناء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اتجاه المعهد هو اتجاه مصر العربية. أبناءنا مثل هذا أبناؤكم مثل هذا يتطلعون بالأزهر ويتعلمون بالأزهر يتعلمون بمصر. لذلك نرجو يا سماحة السفير أن تعطوا لنا نصائح إرشادات عن الإسلام والعلم والاجتماعيات ليكونوا على أقوى زاد وعلى أعلى فهم بالإسلام والمسلمين والبالعلم والعمران الموجود في هذا الزمان خصوصا هذا الحادث
هذا الذي نحن بصددنا هذا إن شاء الله سيكون زادا قبل مجيء شيخ الأزهر. هذا هو أبناؤنا، أبناؤهم، أبناؤنا وأبناؤكم وأبناء شيخ الأزهر، شيخ محمد الطيب، أحمد الطيب. لذلك بلغ سلامنا إلى الشيخ الأزهر، وأهلا وسهلا بحضور الشيخ الأزهر فيما بعد. فالآن لا أريد أن أطيل الكلام، فالرجاء أنتم تؤتون لنا نصائح ورشادات، وأعطونا لنا تصورات علمية الاجتماعية، ليكون إن شاء الله زادا لأبنائنا جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. عفوا يا شيخ، هذا اللغة لغة العربية الإندونيسية على أسلوب الإندونيسي طبعا، ممكن ليس 50%، ممكن 30% تفهمون كلامي هذا، فعفوا، ربما يفهم الإندونيسيون فقط، أما السفير ممكن يفهم كلامي لأن لغة إندونيسيا عربية إندونيسيا ممكن 30% فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، والآن كلنا آذان صاغية للكلمات القيمة الشافية صاحب السعادة السيد بهاء الدين بهجة إبراهيم دسوقي، سفير جمهورية مصر العربية لدى إندونيسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ حسن، فضيلة الشيخ عبد الله، فضيلة الشيخ شمس، مؤسسي هذا المعهد أو الجيل الخاص بمؤسسي هذا المعهد، السادة مديري مؤسسات المعهد تابعة للمعهد، بخير بخير لوجود أشخاص مثل الشيخ حسن والشيخ عبد الله والشيخ شمس وهيئة التدريس دي كلها، فبتؤكد ان الامور كلها الحمد لله بخير، ونطمئن جميعا على مستقبل اندونيسيا وعلى مستقبل الاسلام. اخوية شق، احنا اشقاء بالاساس، علاقتنا مصر واندونيسيا علاقتهم من قبل الاستقلال، عندما الأزهر الشريف حتى كان قبل إنشاء جامعة الأزهر في الطلبة تحت أحد الأعمدة ويدرس له، فهناك حتى كان هناك عمود باسم العمود الأندونيسي، هذا حتى قبل الاستقلال من فترة طويلة. وبعد ذلك بدأنا في عام 1945 عندما بدأت الحركة الاستقلال لأندونيسيا، القنصل المصري في بومبي بتعليمات من الملك فاروق تحرك ووصل إلى أندونيسيا والتقى بالرئيس سوكارنو وأعلن اعتراف مصر باستقلال أندونيسيا، وكانت بذلك مصر هي أول دولة تعترف باستقلال أندونيسيا. ثم في عام 1947 وقعت مصر وأندونيسيا أول اتفاقية صداقة بين مصر وأندونيسيا سنة 47، وكان حاضر وزير خارجية البلدين، وكان حاضر في هذا التوقيع والد وزير التعليم والثقافة أنيس باسويدان، جده والد والده جده يعني جده كان حاضر في هذا التوقيع. وقامت مصر بتسهيل، كانت جامعة الدول العربية أنشئت 45، قامت مصر باستضافة وفد أندونيسي من أندونيسيا وجاء إلى جامعة الدول العربية، وضغطت مصر على الدول العربية للاعتراف باستقلال أندونيسيا،
وتم تسهيل سفر الوفد الأندونيسي من القاهرة إلى نيويورك في الأمم المتحدة لكي يعلن الوفد عن رغبته في استقلال أندونيسيا. فديت مصر وأندونيسيا، دي علاقات التشابك ما بين مصر وأندونيسيا، علاقات الإخوة. وعندما بدأ جاءت الثورة، ثورة 52، وكان عبد الناصر من أحد قيادات الثورة، الرئيس سوكارنو اعترف بثورة 52، ومن هنا نشبت علاقات خاصة وقوية ما بين الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس سوكارنو. وكانت أول زيارة للرئيس عبد الناصر إلى بندونج في 55 علشان ننشئ المجموعة الأفريقية الأسيوية وننشئ بدايات حركة عدم الانحياز، والتي تم اعتمادها سنة 61 في القاهرة، والرئيس كارنو زار القاهرة وتم اعتماد حركة عدم الانحياز في 61. فدي بتؤكد عمق العلاقات ما بين احنا. لابد ان احنا بدأنا نبني على هذه العلاقات، بدأنا نبني على هذه العلاقات ونسعى الى دعمها وتقويتها. والحمد لله بدأنا الآن، يعني بعد فترات طويلة كانت للأسف الشديد خلال فترة الرئيس مبارك، كان هناك زي عدم، يعني نقدر نقول إن هو عدم اهتمام قوي بأسيا وبأفريقيا بصفة عامة، وليس بأي دولة بعينها ولكن بصفة عامة. ولكن الحمد لله بدأنا الآن نعود مرة أخرى البعض. بدأنا الآن، أنتم مريتم بتجربة في الحقيقة سنة 98، أنتم مريتوا بيها، إحنا مرينا بيها في 2011، ومريتوا بمرحلة انتقالية خدت تقريبا حوالي 3 رؤساء، إحنا مرينا برضو بمرحلة انتقالية خدت حوالي رئيسين. فإحنا يعني تقريبا ماشيين على نفس خطى أندونيسيا، فده برضو بيؤكد لكم ان احنا عمق العلاقات ما بيننا وما بعض قد ايه. وبالتالي الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا، اول لما جه كان اول توجهه ليس كالرؤساء السابقين الولايات المتحدة الامريكية، كان اول توجهه الى اسيا، الصين، اندونيسيا، سنغافورة، هو ده كان توجهه. وبالتالي بدأنا نعيد مرة أخرى الحمد لله العلاقات. ورئيس الوزراء المصري أيضا زار أندونيسيا في شهر إبريل للاحتفال ببندونج بمرور 60 عاما على مؤتمر بندونج. وبدأت زيارات الوزراء وزيارات الأخرى، وإن شاء الله عندنا زيارة برضو أيضا قريبا بإذن الله فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر. وبالتالي كل مقومات الدولة المصرية جاءت إلى أندونيسيا، جاءت إلى أندونيسيا لأن احنا قريبين من بعض، لأن احنا أشقاء. فبالتالي إن شاء الله احنا بنبني على هذا، وإن شاء الله علاقاتنا ستكون خلال الفترة القادمة علاقات أوثق وأقوى بإذن الله. وإحنا بالمناسبة ديت برضو احنا إن شاء الله، يعني يمكن أنا برضو بإذن الله ما بين الأزهر بإذن الله، علشان تبقى دي برضو، لأن في الحقيقة هذا الصرح العظيم والكبير لابد أن يكون له تواجد كبير ويكون له دور كبير مع الأزهر الشريف، إن احنا كلنا لابد إن احنا نتعاون في هذا المجال. وأيضا لابد أن نتعاون في رسالة توصيل الإسلام الصحيح، توصيل الفهم الإسلام، فهم ديننا. الدين الإسلامي هو الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بهذا الدين، وهو دين الكمال، هو دين كامل لا يوجد به أي شيء، أي حاجات بسيطة لا توجد به أي شيء، هو كامل. لأن اليهودية عندما نزلت كان فيها نقص، مش نقص معين، هو حكمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكان محرم حاجات كثيرة
عليهم، ثم أنزل المسيحية بعد ذلك لتعوض عنهم بعض الفوارق أو المحرمات التي حصلت وحللها ربنا سبحانه وتعالى وادهم بعض الفوارق، ثم أنزل الإسلام بحكمته سبحانه وتعالى أن يكون دينا كاملا، لأن هو ده هو الدين عند الله. وهو أيضا ربنا سبحانه وتعالى ادانا مؤشر بالدين ده من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام أن الدين عند الله الإسلام. فبالتالي الإسلام هو الدين الكامل ودين السلام ودين المحبة ودين الرحمة. فما ينفعش أبدا إن أنا أصور الإسلام بأي صورة تانية خالص، لا يمكن وما ينفعش، لأن ربنا في النهاية سبحانه وتعالى ميز الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل ويحكم به، وأنزل وكده يعني قالها للرسول عليه الصلاة والسلام، قال له لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني انت هتدعو للدين، هتدعو بالعافية بقى وبالضرب وبالقوة وبالعنف، يبقى ما فيش حد هيدخل الدين الإسلام. إنما عندما تكون رحيما، وهو ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليس رحمة للمسلمين فقط، لا رحمة للعالمين للإنسانية كلها. وبالتالي علشان كده لازم إن احنا بنتعامل بمنتهى الرحمة بمنتهى الود، علشان أقدر حتى أقنع اللي قدامي إن الدين بتاعي ده دين كويس، ده دين جميل، ده دين فيه الخير وليس ما نراه الآن. في الحقيقة إن ما نراه الآن احنا بنعتبره هو هجمة على الإسلام، هجمة على الإسلام وهجمة لتشويه صورة الإسلام، عشان محدش يدخل للدين الإسلام. فبالتالي يصور المسلمين بالعنف وبقتل الأبرياء وكل هذا الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل، يعني أرجو كده أن احنا نراجع بعض العلماء المسلمين، لم يقتل في حياته شخصا، حتى في الحروب عندما أصاب أحد الأشخاص مات بعد شهرين من الإصابة ولم يقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو أحدا لأن يقتل أو يأذي أي شخص آخر مهما كان. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحروب وكانت الحروب دفاعا عن نفس، وكانت ضد الكفرة كمان، وكان يقول لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا أعزل من السلاح ولا تدخلوا كنائس أو مساجد أو أي دور عبادة ولا تقتلوا طفلا. كل ده من هو في بيته لا تحاربوه ولا تيجوا ناحيته، ده الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى ازاي انا بروح اقعد اقتل وقت في ناس ابرياء وكده واقول ده مسلمين، اصل دول ما بيعملوش مش عارف ايه. ولا تستطيع يعني ان شاء الله، لا يعني ارجو ايضا العودة الى علماء المسلمين وانتم ادرى مني، انه لا تستطيع ان تكفر شخصا، لا تستطيع ان تكفر شخصا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لا تستطيع. ما تقولش عليه كافر، لا يمكن. لو قلت عليه كافر انت بقى اللي عندك مشكلة جامدة جدا، وفي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا. فبالتالي اي انسان بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم، اما اعماله اذا كان بيخطئ او اعماله ليس انا الذي احاسبه، مش انا اللي حاسبه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحاسبه في يوم اسمه يوم الحساب، كلنا هنتحاسب فيه وهتتحاسب. أنت فقط لا تملك إلا النصيحة، والنصيحة بإيه؟ بالمودة وبالرحمة وبالموعظة الحسنة اللي ربنا سبحانه وتعالى أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هنكون إحنا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. فإذن بالموعظة الحسنة وبالود أستطيع أن أقنع الإنسان اللي قدام، اقتنع كان بها، لم يقتنع فحسابه عند الله.
لكن لا أستطيع أن أكفر أو أعمل أي شيء أو أؤذي أي إنسان عن النفس البشرية. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في جنازة معدية قدامه فقام وقف، فواحد من الصحابة بيقول له دي جنازة يهودي يا رسول الله، فقال له أوليست نفس؟ نفس يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا حتى إن احنا ما نقتلش النفس بغير حق، فيعني ما ينفعش. يعني في الحقيقة احنا لابد أن نعمل جميعا، وأنا متأكد طبعا إن سياسات المعهد هنا زي ما الشيخ حسن في الحقيقة أوضح في كلامه أن هناك الناحية التربوية والتعليمية. التربوية بمعنى إن احنا بنتربى أو بننشأ على أخلاق الإسلام، بننشأ على أخلاق قدوتنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هي ديت اللي بتخلي المسلم الحقيقي أو فهمنا للإسلام الحقيقي والإسلام فعلا اللي احنا كلنا شايفين انه دين الجمال والسلام والمحبة والرحمة، هو ده فعلا اللي احنا المفروض ان احنا نقتدي بيه علشان امتنا تبقى كويسة، الامة بتاعتنا تبقى قوية، لان كل العوامل ديت هتسعى الى توحيدنا، توحيد المسلمين، وهتسعى الى ان احنا نكون قوة قوية في ونؤثر في العالم اللي احنا عايشين فيه، ونبرئ الإسلام من كل ما الاتهامات للأسف الشديد التي باتت الآن تنتشر في أوروبا وفي الدول الأخرى، وأصبح إخواننا المسلمين اللي هم عايشين في هذه الدول يعانون كثيرا نتيجة للصور والآراء اللي هي للأسف الشديد بعيدة، تعتبر بعيدة تماما عن ديننا الحنيف. وإن شاء الله ربنا بإذن الله يوفقكم ويوفق إخوتي في المعهد على توصيل الرسالة الصحيحة وإنشاء ويعني يكون في جيل قوي وجيل يتربى على أخلاق الإسلام الصحيحة إن شاء الله، وجيل هو مستقبل أندونيسيا، جيل مستقبل أندونيسيا، وطول إن شاء الله ما أندونيسيا فيها شباب وجيل زيكم كده إن شاء الله أندونيسيا دايما هتكون بخير، وإن شاء الله دايما أندونيسيا هتكون قوية بإذن الله بيكم جميعا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، فمن أجل تعزيز أواصر الأخوة والصداقة بين معهد دار السلام غنتور وصاحب السعادة السيد السفير، سيتم تسليم الهدايا من المعهد إلى سعادته، يتشرف بتسليمها صاحب الفضيلة شيخ المعهد. وختاما مع دعوات مباركات عطرة من صاحب الفضيلة شيخ المعهد، يتفضل سيادته مشكورا.
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى كل صحابة سيد الرسول أجمعين. والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. ربنا وزدنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأنعم على صالحين ترضوا وأدخلنا برحمتك من عبادك الصالحين. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور معهدنا هذا ترسلام ومعهد المسلمين لكلماتك في رحمة.